بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ما اننا لسه في الديدلاين وفي نهايه الميركاتو، فتعال نتكلم على ابرز القضايا اللي موجوده في الميركاتو لحد الان واللي منتظر ان هي يتم حسمها بعد ساعات. اولا كريستيانو رونالدو ونابولي. كريستيانو رونالدو تم رفضه من قبل المدرب في سبورتنج لشبونه، والراجل هدد بالاستقاله حرفيا، قال لهم لو جبتوا كريستيانو انا همشي. ده التفاح ضرب خالص، مش التفاح ده رخص. فكريستيانو دلوقتي ما قدموش غير نابولي او مارسيليا لا مؤاخذه. بالنسبه لرونالدو ده لو عايز يمشي، يا ترى رونالدو هيروح فين؟ نابولي او مارسيليا؟ وفرانكي ديونج، فرانكي ديونج نجم برشلونه اللي قال لك لا مؤاخذه ان هو مسافر انجلترا علشان خاطر يحضر فرح صديقه الصدوق دوني فان دي بيك. يعني مش مسافر انجلترا يتفاوض مع تشيلسي، او مسافر مثلا يتفاوض مع ليفربول، لا هو مسافر على حسب الكلام اللي طلع من برشلونه ان هو مسافر عشان يحضر فرح دوني فان دي بيك بس، اللي هو مش واخد اجازه. لا يا عم مش واخد اجازه، هو راح يحضر الفرح ورد تاني على اسبانيا. طب اوباميانج هيمشي ولا مش هيمشي؟ والله حتى الان ما حدش عارف اوبا رايح مانشستر ولا مش رايح مانشستر، لان من ساعه البيت بتاعه ما اتسرق والدنيا بقت مش مفهومه خالص بالنسبه لاوبا. برشلونه عين له دكتور نفسي علشان خاطر ينسي الحادثه، اللي هو يابا البلد دي مش حلوه، روح لمؤاخذه انجلترا، ما بيسرقوش لعيبه هناك. وبالنسبه لموقف لاعبنا العربي حكيم زياش، ده واحد من الثلاث مواقف اللي الواحد مركز فيهم في الميركاتو بصراحه، فرانكي وكريستيانو وحكيم زياش. حكيم زياش في نهايه الميركاتو ومعروفه، يعني مانشستر يونايتد اشترى انتوني امبارح من فريق اياكس واعلن الصفقه رسميا. الصفقه ب 100 مليون، يعني ال 100 مليون يحلوا مشاكل اياكس ويدوا 44 مليون لتشيلسي ويقولوا لهم نرجع زياش تاني. ده لو هم ايه عايزين يرجعوا حكيم زياش، يعني هم عايزين يرجعوا زياش 44 مليون ورجع لي حكيم زياش يا برنس. انما لو هم مش عايزين يرجعوا حكيم زياش، او حكيم زياش بيفكر في الخطوه على ان هي خطوه للوراء، ماذا سيحدث؟ استمرار زياش في تشيلسي، يعني معروفه، يعني الدنيا بالنسبه لحكيم زياش معروفه، استمرار في تشيلسي، استمرار في تشيلسي بيساوي دكه، بيساوي ابتعاد عن منتخب المغرب في كاس العالم، بيساوي ان انت مش تاخد اي وقت ولا تحاول تضغط على وليد الركراكي في اي حاله ان هو يضمك، لان انت لما مؤاخذه لما تبعد على الدكه وليد الركراكي يضمك الموضوع هيبقى دمه تقيل شويه بالنسبه للناس. فحكيم زياش المخرج الوحيد ليه من الازمه دي كلها، اخلع يابا على اكس، ارجع على هولندا حتى لو موسم واحد، تثبت للناس ان انت ما فشلتش في تشيلسي والعطله كان جايه من ناحيه توماس توخيل وافكار توماس توخيل الفنيه، افضل بكتير من انك تقول لي اقعد واجرب حظي واشوف قناعاته الفنيه واشوف الحظوظ واللعيبه اللي هتتصاب العب انا مكانها، انت اللي هتتصاب لمؤاخذه لان التجربه دي واضح انها منحسه معاك. فحكيم زياش النهارده هيوضح مسيرته الرياضيه عامله ازاي، هيكمل مع تشيلسي ولا هيروح هولندا؟ لان لو الموضوع النهارده اتقفلت النافذه في انجلترا واتقفلت النافذه في ايطاليا وفي اسبانيا، حكيم زياش مش هيكون قدامه غير ان هو يروح لهولندا، لان فرنسا برضه هتتقفل النهارده. معرفش بقى هولندا النافذه بتاع الانتقالات هتتقفل امتى. لو انت عارف قول لي يا اسطى، وقول لي عايز زياش يكمل في تشيلسي ولا عايز زياش يلم بعضه ويلم شنطه ويخلع بره تشيلسي؟ قول لي. وانت بتقول لي كمان ما تنساش تعمل لايك او سبسكرايب، وتقول لي هل انت عايز كريستيانو رونالدو يروح يلعب في نابولي او يلعب في مارسيليا او يخليه في جحيم الاولد ترافورد، او عايز فرانك ديونج يروح تشيلسي، او عايز اوباميانج يروح فين؟ قول لي يا اسطى، قول لي، مش هخسر اي حاجه.